السلام عليكم، صباحكم مبروك. كيف ما كتلاحظوا الان احنا امام عمليه جديده اللي غادي نقوموا بها هذا الصباح. هذا الصباح غادي نقوموا باش اننا غادي نداويو المطا ما حد باقه صغيره، حيت ما يمكنناش دابا العمليه كدار بالتراكتور، ولكن ما يمكنناش نديرو حيت دابا مازال صغيره، باش غادي يجي التراكتور غادي يبقى يضيع الدواء. حاولنا اننا نقوموا بها بهذه الموتيله الصغيره هذه. المهم الدواء اللي غادي نديرو ليها هو جوج نواع ديال الدواء. هذا هو الاول بروكسيفين، وهذا موفينتو. هاد الدويين بجوج تقريبا عندهم نفس المفعول، يعني واحد كيحافظ على المطا و تيخليها مزيانه كيف ما كتشاهدوا التصاور، كيحافظ عليها وكيحافظ على النبته، تيقتل دوك الحشرات المضره بها، داك البيتشو اللي تيكون تيضر. وهادو بجوج كل واحد ولاش كيصلح. وغادي نقوموا بهاد العمليات الصباح هذا، غادي نحاولوا اننا ندخلوا وغادي نحاولوا نرشوا بهاد الماكينه هذه. كيف ما كتلاحظوا هنا، يعني على حساب القدر اللي كيدار، يعني 10 ملل ديال سميتو في كل موتشيله بهادو كتهز بحال قلتي 16 لتر تاع الماء، يعني كل 10 من هادو كتحاول دار في هذه. كيف ما غادي تشاهدوا غادي نحاولوا اننا نفتحوا. كيف ما كتشاهدوا معنا احنا تقريبا اكثر من 10، نحاولوا نقصوا. غادي نكبو هنا، يعني هذا كان من الاحسن ان نكبو عاد نخويو الماء باش يتخلط، لكن ما عليش ماشي مشكله. كيف ما كتلاحظوا انه سائل خاطر، نحاولوا نضعه هنا، نحاولوا نكبو من هذا حتى هو، يعني تقريبا 10 حتى اكثر ماشي مشكله، واحد شويه اكثر. بما اننا ما كبيناش الماء في الاول، يعني داكشي غادي يبقى غامض الفوق ما غاديش يتخلط، غادي نحاولوا نحركوا الماكينه ديالنا تتحرك كذا البرودوي. كيف ما كنلاحظوا من هنا انه بدا غادي يهبط، شتي بدا غادي يتخلط. كيف ما كتشاهدوا غادي نخلي واحد شويه علاش انها ما تخلط. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا حنا الحين دخلنا للبلاصه اللي غادي نداويو، هذه هي النبته اللي غادي نداويو، النبته ديال الطماطم. كيف ما كتشاهدوا نحاولوا نديروا هذه العمليه بحال هكا باش انا نحاولوا نرشوها كامله. وكيف ما كتلاحظوا هنا كاين واحد الخيط في واحد اللعيبه لاصقه، ها هي كيف ما كتشاهدوها، هذه كتطلق واحد الريحه، ديك الريحه كتحاول تجذب داك البيتشو بوينو، يعني ديك الحشره اللي نافعه اللي كتقتل دوك الحشرات المضره اللي كتحاول تضرب مطيشه.
يعني كاينه كل حشره والدور ديالها. دابا كاينه الحشره اللي كتاكل من الماطه، كتاكل من النبته، وكاينه الحشره اللي كتاكل ديك الحشره اللي كتاكل النبته، يعني على حسب. كاينه واحده كتغدى لحيمه، وكاينه الاخرى اللي كتغدى على النبات، على الاوراق ديال الشجر، على المطيشه، على اي حاجه. كما كتشاهدوا هذه العمليه اللي حنا تنقوموا بها الان، يعني كنحاولوا نرشوا مزيان. كما كتشاهدوا معنا سنحاولوا نرشوها مزيان باش يقيسها من الفوق ومن التحت، يعني ما تبقى حتى بلاصه ما تتقش. كيف ما تلاحظوا هذه النبته ديال الطماطم، من بعد غادي تحاول تنقع وتحيد لها الورقه ودار لها السنته، تتنقى من داك الربع اللي تيكون فيها، يعني كاع داك الشيء اللي كاين اللي تيكون مضر بها كتحاول تنقى منها. وشكرا، نتمنى منكم تدعموا القناه باش اننا دائما نعود نوريكم الجديد.